السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أصدقائنا الأعزاء على قناة وجي عالم صناعة الألعاب. أصدقائي اليوم رح نلعب لعبة الكابوس. الكابوس الصغير طبعا هي لعبة تصنف من ألعاب الرعب. هي في إلى جزء أول أنا ما لعبته الصراحة ولا لعبت الديمو تبعها، لهيك أنا أول مرة بلعب اللعبة، رح شوف اللعبة. بتمنى منكم أصدقائي تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو ونتابع مع بعض اللعبة. يلا بينا. اوكي، لعبة جديدة، خلينا نلعب لعبة جديدة. فارغ، ما بعرف اذا هي في واحد امكانية عنده امكانية ان يلعب مع حدا تاني كو اوب، وناقصنا يا جماعة نحن كوابيس. بس بصراحة انا بعتبر العاب الرعب هي من اكثر الالعاب متعة بمجال صناعة الالعاب بشكل عام. متشوق كتير انا للعبة ريزيدنت ايفل 8 او ريزيدنت ايفل فيلاج، كتير يا جماعة متشوق لها. فعلا كابوس. اوكي واو، تلفزيون. طب التي في ايش له علاقه بالموضوع؟ خلينا نشوف بس الحركات. حركاتك يا حبيبي حلو، خلينا نشوف كل الحركات بس. اوكي، فيه يطلع على التلفزيون. أجواء اللعبة غريبة يا جماعة، الأصوات. بنصحكم تحطوا سماعات طبعاً. ألو. واو. طبعاً هلا وين لازم نروح هيك؟ إيش هذا اللي تحت الحشرات هاي؟ إيش في هوني؟ جثة؟ شكله في جثث. قديش بيطلع حجمه هاد؟ حاطط كرتونه براسه. طب ليش حاطط كرتونه؟ من ايش متخبي؟ حلو 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 حلو. بيطلع حجمه بحجم فار، كتير صغير. اوكي، شو هالجسس هاي هوني؟ يا حرام، ايش صاير فيهم؟ انادر، جسس بشريه. فيني شيل الاندرا. طيب شلون فيني اشلفها؟ اوكي، حلو، بتكبس سبيس تشلف الاندرا. طب هلا هيك انا شو لازم اسوي؟ لازم نزلهم هدول. خلينا نكمل يا جماعه. ارقد. يا ربي يا كريم، شكله لسه الرعب ما بلش. شو هاد يا الله؟ جساس ولا خ ولا شو هاد؟ كأنه في هون فخ. اوكي حلو. خلينا ندفش هاي الصندوق عشان نطلع فوق لفوق. حلو حلو حلو، لحد هلا ايزي بيزي، ما في اي شيء. نشوف، لازم القرفصاء. الجرافيك حلو كثير، حبيت الجرافيك انا. شيف شيف شيف، استعجل 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 استعجل. او ماي جاد، نو 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 نو. طب وصلت انا، وصلت. شو اعمل اكثر من هيك؟ يلا 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 يلا، بدك تقفز معناتها لحتى تحسن تلحق حالك. والله طلعت لي فجأة الصراحة، أنا يعني ما كنت متوقع إني يعني ما متوقع أبدا يعني
ينزل شي فوقي، بدي واحد يكون مستعد على طول. يلا لحقنا حالنا، كان لازم اسرع من هيك. شو بدنا نطلع لفوق؟ ما لنا غير هاي. اوكي نزلها على الاخر. ترجع بتطلع لفوق لحالها كمان. يا حبيبي عليكم. فكرة اللعبة بصراحة كتير حلوة. ايه هذا مستحيل مستحيل اوصل له، شلون بدي اوصل له هذا؟ يا حبيبي لا مستحيل اوصل له. اكيد ما في غير هالنزلة هاي. يا جماعة. ها؟ بقول لحالي انا. اوكي. حلو يلا اطلع اطلع. بتحس حالك فعلا بكابوس؟ لك ليش نزلت؟ اوكي هلا نحن هلا امورنا سليمة هون. خرب بيتك والله رعبتني. ايش بدي اعرف انا شو هذا اللي عم بياكلوه؟ لا يا حبيبي في فخ هون. في فخ هون، خلينا نمشي من بعيد. مفكرين حالكم اذكياء. لا لا لازم نزل جزء الشجرة لتحت لحتى احسن اطلع. خلينا نكون بعيدين بالمنطقة السليمة. واحد اثنين ثلاثة. اوه حبايبي انتو. هيك فخوخ انا ما بتمشي علي. حاسبين حالكم. بس دي دير باله الواحد من الفخوخ. لحظة شوي، هذا مو فخ؟ في فخ يا جماعة. انا متأكد في فخ. هذا فخ. هدول فخوخ هدول. تخيل بهالحجم اذا الفخ لقط عليك شو بيصير؟ يا الهي يا جماعة. اوكي ما فينا نطلع جوا. ايش لازم ساوي؟ ما فيني روح التف عليه لف. طيب انا عندي حل. فينا ناخذ هاي. الو. الو. واحد. يا حلاوتك لقطت. ما في شيء ما له حل يعني صراحه. صناديق عصافير هدول، شو هدول الصناديق؟ طب خد العصايه. شكله في فخ هون تحت الورق. خلينا بس نجرب نضرب ضربه. اوكي خلينا على السليم يعني. بعد لك بعد. هلو. لا خلينا نلقطهم كلهم يا جماعه، ما يمشي الحال هيك. اكيد في هون اكيد يعني. مولي الله لله. حلو. لك وين شلفته لهونيك؟ جيبه جيبه. والله العظيم توقعت، والله توقعت. خرب بيتكم. في واحد هنيك جوا كمان. يا حبيبي علي الحلال رعبني. خرب بيتك. طيب هذا شلون هذا هيك؟ خرب بيتهم والله الفخوخ بترعب. ايش هاي الإضاءة اللي هون؟ حلو. فيني روح لجوا؟ منزل. كل هالأقفاص هي. شو دول كأني؟ مثلي بس صغار. يا حرام. شبهها بريزيدنت ايفل 7. مثل ريزيدنت ايفل 7 يا جماعة. اصوات جوا.
صوت موسيقى غريب، بس ما يكون في حدا عم بيعزف جوا. خلينا على الهداوة الهداوة على الهداوة الهداوة نمشي يا حبيبي. تعال مشي نشوف شو في هالغرفة. اوكي صوف. في واحد مثلي كني جوا. هلو شلون فيني روح لعنده لهذا؟ لا اكيد هذا الخشب بينكسر. لا هي مستحيل تكسره. ها ها تعال تعالي يا الله. حجمه كتير، حجمه كتير صغير هذا. قديش حجمه؟ شوفوا الفأس جنبه. شوف هلا هيك ايش عم بيعزف هذا هيك. هلا يا حرام المسكين مرتعب مني. ايه كم ضربة لازم؟ اوكي حلو. هلا هيك لازم اطلع لعنده. خاف مني؟ شو سجن هذا كأني؟ يا حرام والله يمكن شي سنة مسجون هون. يا حلاوتك. تعال عم ساعدك. يلا قوم قوم. يخرب بيتك. فما ساعدته أنا تركني وهرب. تعال تعال وين رايح يا حب؟ تعال وين رايح؟ آه أوكي لازم إلحقه هذا. إني هذا من بني جنسي نفس الشكل. عفوا والله يا جماعة في صوت. شو هالصوت يا الله؟ شو هالبيت اللي أنا فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هذا؟ شو دول ألعاب؟ هلا هن ما نحاسين علي؟ حبيبي اليوم حدا يتحرك من بيناتهم. قسما بالله لا يجفلني إذا حدا بيتحرك. بسم الله يا جماعة رعب. اوكي طيب ساعدك اعطيني طريق. ما بدك كاني اطلع لفوق. ها تعال يلا واحد اثنين ثلاثة روح. بس ما يسمعنا حدا يا جماعة. حبيبي عليكم اصوات 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 اصوات. تعال اطلع اطلع في صوات يا الله. يلا روح. ليه قديش ليك قديش حجمهم صغير يعني صغير صغير مثل العادة. اكو هاك المفتاح. حلو تعال نجيبه يا حبيبي. المفتاح مربوط بحبل لازم ينزل حبل. لازم يكون في شيء هون يدخل جوا ايد الباب. خلينا نشوف هذا الصغير شو بده. بده يعني يطلع لفوق. حلو فهمت عليك فهمت عليك. طيب للأمور سليمة يا جماعة. شو هالبيت أوسخ بيت بشوفه بحياتي. أوكي كوهن المفتاح. شي تاني لازم أخده. هذا هو المفتاح إزاته. تعال مش والله مبالياها مرة. أنا عايش طلعت لعبة يعني. شو هو الألعاب يعني؟ هدول بيتحركوا ولا شو يعني؟ لا أمورنا لسه بالسليمة. الألعاب كني ما بتتحرك لسه. عندك فكرة يا صاحبي؟ يا صاحبي؟ ألو؟ ألو؟
ممكن اعرف؟ اوكي ما اختلفنا. شلون نطلع لفوق بالله؟ معقول؟ اوه يا اخي بدها الشغلة تفكير وذكاء مثلي. بعد لي هيك يا تساعدني يا ما بعد عني حلاوتك. فخامة الفخامة الصراحة. اوكي صرنا 22 دقيقة عم نلعب، شي حلو صراحة استمتعت فيها. امورنا بالسليمة. في صوت جوا يا جماعة، صوت كلب كني. وين طلعت من التلفون؟ آه شكلنا بدنا نتفش هذا الصندوق. تعال يلا اتفش معي بس ما يكون في كلب جوا يا جماعة. أكثر من هيك ما خرجنا نتفش. بسم الله. شكله في حدا عم بجلد حيوانات. هس يا حبيبي. طيب شلون ايش في يا الله؟ ايش هالصوت يا حبيبي؟ ايش هاد؟ ايش عم ساوي؟ ماذا يفعل هذا البني ادم؟ عم بيجلد شي بايده يا حبيبي. عجب هذا بيحس علي؟ ان شاء الله ما يحس علي. ولا صوت ولا صوت. تعال اتفش معي. ليش ما عم يتفش معي؟ ان شاء الله بدك يعني اطلع من القزارة هون من هون. لك هلا بحس يا جماعة. يا حبيبي قلت لكم والله قلت لكم بحس. يفضح عرضكم. يخرب بيتك يخرب بيتك. عمى ليش هيك هذا هيك شكله؟ طيب وين بدنا نروح؟ يا حبيبي عليك تعال تخبى هون. ولا صوت. يفضح عرضك على هالشكل. ان شاء الله ما يحس علينا بس ما يلف. لك رجع شو عم بتساوي انت؟ بدك يعني اطلع لفوق؟ بحياتك انت اطلع لفوق. لوين تطلع؟ بمسك له ايده. يلا العاطفة. طيب هلا شلون بدي لف انا؟ بدي لف من وراه. خرب بيتك في عصفور هون. عادي يعني؟ والله صعبة. الله لا يوفقك. طيب هلا هو على العشب ما بشوفنا يعني؟ هلا رح احاول اعرف يعني اذا بشوفنا ولا لا. طيب شلون عم بلحقني؟ ما عم بعرف.
بحس علينا عم بتضو. انا بفرجيك هلا. ما شايفها. هاي تعال خرب بيتك. تعال تعال هالمرة حسننا نهرب يا جماعة. طح عرضه شقده واحد حقير والله. فيها بصراحة شد أعصاب. فيها شد أعصاب يعني. فيها اللعبة شد أعصاب مثل العادة. حلو هلا نحن وصلنا للأمان. يا حلاوتك حرية ياي. هاي اوكي يا حبيبي. شو بدنا نقفز للطرف الثاني بالله؟ عندك فكرة؟ القي لنا نظرة بالله. اعطينا فكرة هيك شلون ممكن نطلع. طيب فكرة اوكي تعال. شو بده يتركني ويروح يعني؟ ايه وانا يا حبيبي عليك. لك وين تركتني ورحت؟ اضغط على كيو لطلب المساعدة. تعال بدك تعال ساعدني ولا خرب بيتك. لا اللي بدي اخفز هيك. يلا حلو طالعني. يلا حلوة حلوة حلوة. ملعوبة منك. اطلع. طب هلا اذا طلعت انا لفوق لهون. طلعت لفوق لهون. ايش هاي بتساوي؟ اشي بساوي هون. لحظة شوي. اوكي واو ايش هي؟ هاي ايش هي هلا هون؟ استخدم القبعات المجمعة في قائمة الايقاف المؤقت. قبعات صار معي قبعة جديدة. هات لنشوف. ليش هيك شكلي غريب يا جماعة؟ تعال. يا حبيبي هذا موجود هون لسه عم دور علينا ما نسينا. اهلا وسهلا. هنا نتخبى ورا الصندوق. يا حبيبي في غراب. هذا الغراب هلا بده يشرلقه علي. طيب رح احاول ارقد انا. ابن الحرام. يخرب بيته كان ضربني. يا ابن اللذينة لك ضربني. يا أمي لك انزل. عبينا طين. يلا
خلينا نتخبى احسن ما يحس علينا. بدنا نقضيها تخبايا يا جماعة. خرب بيتك. ما يحس علي هلا هيك. لا بيحس علي. لحظة شوي. خليه يروح لقدام. عافيني انزل لتحت. ملاحظين يا جماعة الحلو باللعبة اني الشاشة فل كلياتها. كل الشاشة فل. ما في لا دم ولا قلوب ولا صحة ولا مؤشرات. يا الله يا عفو الله شد في جساس هون. جساس جساس مثل العادة فيه. اوكي. خلينا نتعلم منه. يخرب بيته. بدي روح مع هداك انا. طب شلون هيك عم بحس علي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هالمرة انا سبقتك ولك. هداك ما بحس عليه، بس انا اللي بحس علي. بتخطط علي ابن الحرام. وين رايح انت؟ بده يعني ادفش معه. هاي تعال. يلا يلا. لك يلا. لازم توقع لازم توقع لازم توقع. طب هلا هو كل هالقد ما انا شايفه. هلو خرب بيتك. يا اخي انت مانو مقويك غير البارود. لازم واحد يقتله هاد. طيب ربيتكم انتو بسببكم عم بحس علي. لا ترك كل شغله هلا اجى يدور علينا. بس ابن اللذينة. يا حبيبي بس شكله عن جد بيخوف. ها يعني مثل العادة. يا حبيبي هلا شلون نمر من هذا؟ هدول ولاد الحرام العصفورين هدول. تعال اعطيني ايدك انت. تعال تعال معي يا حبيبي تعال. مش عايز اروح لوحد. ما حس. لا لا خليني اسيبك اتركك لحالك هلا. يلا خرب بيتك. تعال يلا سكر 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 الباب سكر الباب. اوه في بارودة. تعال تعال جيبها يلا على السريع. وين وقعت انا؟ يلا روح. اوه جامد له وشه للزلمه. جام طعشت له يا طعج. هيك الرصاص اجى في نص خلقته. عجب مات. شلع شلع. يا حرام. خلينا نهرب. تعال تعال خلينا ننفض بريشنا. لك روح. انا ما عاد اسمع شيء.
لك بعد لي هيك صل له. يلا روح تعال. هلو حلو. اوكي هلا فينا نروح سباحة ولا ايش صار؟ شو صار؟ ما في يسبح يا حبيبي. على كل حال اصدقائي بتمنى تكون اللعبة نالت اعجابكم. بصراحة اللعبة كتير كتير حلوة. كتير حبيتها، كتير حبيت الجرافيك تبعها، التشويق اللي فيها كتير حلو. الشاشة كاملة ما في اي شيء. يعني لعبة كتير كتير حلوة، بنصح فيها بصراحة. حقها تقريبا على ستيم قريب ال $30، $35. اوكي اصدقائي بتمنى منكم يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو وجدت تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو، ونشوفكم ان شاء الله بجزء قادم من اللعبة. رح احاول ان شاء الله اختم اللعبة على القناة. الى اللقاء.